تمام. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. اليوم بدنا نغطي موضوع الحقيقة شوي طويل بس هام بنفس الوقت، لأني ما عادة يعني ما هو مطروح كتير بالمناهج، فطولوا بالكم معي شوي. اسمه sleep apnea، اللي هون مكتوب اي sleep apnea، راح يصلحوه على التريننج من تحت. بس sleep apnea disorders، أمراض توقف التنفس النومي، أعتقد هذا ال طيب شوف شلون الشاشة. نكست. طيب، هدف المحاضرة أنه نعرفكم على تعاريف مختلفة من أمراض التنفس النومي أو اضطراب التنفس النومي. هي عبارة عن تعاريف الحقيقة متداخلة، بس واحد يستوعب شو هي، ونحكي على شيوع المرض وعوامل الخطورة بشكل أساسي في توقف التنفس النومي الانسدادي obstructive sleep apnea. نحاول نحكي عن المصطلحات دي شوي عن السرعة obstructive sleep apnea والآلية الأمراضية، ونشوف كمان شو في علاقة بين obstructive sleep apnea وخطورة حدوث أمراض قلبية والوفيات. وشي هاي شغلات جديدة اكتشفت بالعشر 15 سنة الماضية نغطيها، وبعدين بنغطي كمان شوي على الاختبارات، شلون نختبرهم، شلون نعمل سكورينج للسليب ابنيا obstructive sleep apnea او سليب ابنيا بشكل عام. نحكي بشكل سريع عن العلاج بسليب ابنيا. نحكي هلا كمان عن شيء اسمه central sleep apnea، توقف التنفس المركزي، في فرق هائل بيناتهم. طيب، اللي يسموهم sleep disordered breathing SDB، الحقيقة يعني هي مجموعة أمراض كتيرة، مو ضروري يعني نفس الكاتيجوري أو الحالات المرضية والمعضية، شغلات مختلفة، بس كلها تجمع تحت أمور تحصل بالتنفس بآلية التنفس وب نوعية التنفس خلال النوم. فإذا أخذنا مثلا 100 حالة محالة إلى مختبر أمراض النوم هون بالولايات المتحدة مثلا، نشوف كل شيء له علاقة بتوقف التنفس النومي أو اضطرابات التنفس النومية، تصنف تقريبا 80-90% منها هي obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. الحقيقة ما في فرق كبير بين obstructive sleep apnea hypopnea syndrome، كلها متداخلة، بنحكي شوي الفرق البسيط بيناتها. في هال H هون اللي هي هايبوبنيا، بنحكي فيها شو يعني الهايبوبنيا بعد شوي. والباقي بقية 10-20% وحتى أقل شوي يعني، كلها يعني تنطوي تحت central sleep apnea، توقف التنفس المركزي غير الانسدادي، اللي هي أنواع مختلفة. خلينا نغطيها، لأن الحديث بشكل أساسي بالمحاضرة عن توقف التنفس النومي الانسدادي obstructive sleep apnea. السنترال سليب ابنيا مثل ما قلنا أمور هي أقل شيوعا، ما بنشوفها كثير، بس مميزة بشكل يعني بأسبابها. في أسباب
idiopathic ذاتية لا علاقة ب يعني مركز التنفس وآلية المركز عمل مركز التنفس فيه اضطراب. عادة خلقية بتبلش بأعمار أصغر وتستمر طيلة الحياة، ممكن تكون خطيرة بحديثي الولادة أو أقل خطورة وهكذا يعني، ولا يعني تدبير المعين. في حالة بسموها complex sleep apnea أو توقف التنفس المختلط، اللي هي عادة عبارة عن توقف التنفس انسدادي، عطينا له علاج لتوقف التنفس، شلنا توقف التنفس الانسدادي، تحول لبعض الحالات من هالحالات توقف التنفس تحولت ل مركزي لسنترال، تحولت بسموها treatment emergent sleep apnea يعني توقف التنفس النومي بسبب العلاج. العلاقة الحقيقة بالكيمو ريسبتور المستقبلات الكيماوية للCO2 والأكسجين، فهي بتسبب هالتحول. ما رح نطيل فيه لأن هذا شيء اختصاصي أكثر بمختصين نوم يعني. بعدين في نوع من السنترال أبنيا بسموه periodic breathing، التنفس الدوري، أو ممكن تسمعوا فيه اسمه chain stokes breathing. chain stokes اللي بيشوفوا عادة بقصور القلب الاحتقاني، أحيانا بنشوفهم بدون قصور قلب احتقاني، كمان له علاقة ب مشاكل أو بأمور تحصل بالمستقبلات الكيماوية سواء البصل السيسائية أو بالكراتيد بادي الجسم السباتي. فبصير فرط حساسية للCO2 مثلا، للغاز كربون، غاز ثاني أكسيد الكربون. والحالة الرابعة، النوع الرابع من السنترال سليب أبنيا، هو السكندري الثانوي لشي بيصبط الجهاز العصبي المركزي، سواء أدوية مثل مخدرات مركزية يعني أفيونيات أو بنزودازيبينز أو إصابات مركزية مختلفة، ستروك، نشبة، غيرها. فهي بشكل عام السنترال سليب أبنيا. هلا بدنا نقفز ونركز بشكل اساسي على الاوبستراكتيف سليب أبنيا، هو محور المحاضره. بما ان هي تعريف مختلفه، اذا شفتوا او اس اي اوبستراكتيف سليب أبنيا، او اس اي اتش اس اوبستراكتيف سليب أبنيا هايبوبنيا سيندروم، يعني هدول تقريبا يعني تستخدم بشكل تبادلي. sleep disordered breathing. طيب هلا sleep disordered breathing كل شيء بيصير يعني كل انواع اضطراب التنفس اللي بتصير اثناء النوم، الابنيا اللي حكينا عليهم، زائد شيء يسموه upper airway resistance syndrome اللي بيصير الحقيقة ما بتصير حالة توقف تنفس، بتصير نوع من النقص أو انخفاض بالجريان الهوائي أو اضطراب جريان الهوائي أثناء التنفس، يعني حالة شوي أكثر من الشخير. ممكن الأعراض وعلامات ولازم تعالج يعني إذا اكتشفت. obstructive sleep apnea بالتعريف أساسي هي حالات توقف تنفس دوري متكرر أو قرب توقف تنفس. فإذا صار توقف تنفس بسموها أبنيا. إذا نقص الجريان بس ما توقف التنفس بشكل كامل بسموها هايبوبنيا، الH هايبوبنيا. أحكي لكم بمنورجيكم شوي التعريف الدقيقة. سببه هو تضيق
المجاري الهوائية البلعومية الفعالة على الأقل 5 مرات بالساعة. فهي تعريف Obstructive Sleep Apnea أو Hypopnea Syndrome، معناته متكررة. إذا واحد صار توقف تنفس عنده مرتين بالساعة، مرة بالساعة، ما بتدخل تحت تصنيف Obstructive Sleep Apnea، بتدخل تحت Upper Airway Resistance Syndrome مثلا، أو حتى ممكن ما تدخل تحت أي تصنيف. فلازم يكون على الأقل 5 مرات بالساعة. في يعني مميزات محددة كتير لوصف أبنيا، هايبوبنيا، أبر إيرو ريزيستنس. بنحكي أكثر شوي. الأبر إيرو ريزيستنس سيندروم حكينا عنه، هو مثل ما حكينا هي أحداث تنفسية، العلاقة بالتنفس بتسبب استيقاظ من النوم أو arousal، مو استيقاظ كامل، يعني arousal تنبيه. وتعريف arousal هو أكثر شيء يعني أقل من 15 ثانية، يعني عبارة عن مرحلة يقظة أقل من 15 ثانية بسموه arousal. فهي هل أحداث الرئوية أو التنفسية بسبب تضيق مجاري الهوائية بصير arousal، بس هي ما يعني ما ممكن تصنف تحت apnea أو hypopnea. مثل ما حكينا إذا أقل من 5 حالات بالساعة كمان ممكن تحطها تحت upper airway resistance syndrome. لك شو علاقة الشخير؟ طبعاً obstructive sleep apnea hypopnea، نعم رح حاولوا أنتوا يعني تتابعوا هذا، ولو إذا أن obstructive sleep apnea بيشمل الhypopnea مثل ما حكينا، كلهم يعني بيشخروا، بس مو كل اللي بيشخر بصير معه أو عنده obstructive sleep apnea. تقريباً 50-60% من البالغين عندهم شخير يعني، بينما الأبشاكتو سليب أبنيا نسبة يعني أقل من هي بكتير، يعني هلا بنحكي عن النسب المئوية. رح نحاول نعرف هالأمور خلال المحاضرة، ما أن شو تعريف أبشاكتو أبنيا، أبشاكتو هايبوبنيا. هايبوبنيا مثل ما أن النقص بدون توقف، نقص الجريان بدون توقف. سنترال، كمان في سنترال هايبوبنيا. بعدين في شيء اسمه ميكست أبنيا، مختلطة بين السنترال وبين الأوبستركتيف. ريسبيري إيفنت ريليتد أراوزل، اللي هي بتجي تحت الأبر إير ريزيستنس سيندروم، فالحدث الوحيد بصير فيه تنبيه من النوم أراوزل، بسموه حالة وحدة. فهدول إذا تكرروا طبعاً بيصير عنده upper airway resistance syndrome. بعدين نحكي على الاندكس. الاندكس هو يعني بالساعة، الأبنية هايبوبنيا اندكس، يعني عدد حالات الأبنية والهايبوبنيا بالساعة. اتمنى لازم يكون أكثر من 5 حتى يعني التعريف يعني ينشمل. طيب شو شيوع الأوبستركتيف سليب أبنيا؟ الولايات المتحدة تقريباً في دراسات يعني نسبة تعتبر عالية، 17% من البالغين مشخصين أو مو مشخصين، يعني احتمال أخذوا يعني مجموعات بشرية وعملوا لهم سكرينينج وشافوا إنه تقريباً يعني 15-17% ممكن يكون عندهم أوبستركتيف سليب أبنيا بدرجة معينة. غالبية الناس حتى الآن يعني غير مشخصين وغير معالجين، وبالتالي هي لسه مشكلة مخبأة يعني، ولا مشاكل صحية طبعا تابعة لها. السبب الأساسي، أحد الأسباب، أنه مثلا مين اللي عم نحاول نشخصهم، فلازم
ما نركز فقط على البدينين أو الذكور. إذا ركزنا هذا من تقريبا من شيء نشيل أعداد هائلة من ال أو من يعني we miss أو من ضيع فرصة تشخيص عن أعداد هائلة من الناس. شو عوامل الخطورة؟ طبعا عامل الذكر أعلى، بس مو معناته كل شيء. ما بعد سن الضهي BMI Body Mass Index، تعرفوا هذا BMI هو الوزن بالكيلوغرام، تقسيم الطول بالمتر المربع يعني، فهذا BMI. فإذا مرتفع BMI عادة فوق 35 عامل خطورة. العمر، ما زال العمر، أمور مرتبطة بالريس، الإثنيسيتي، جنس البشري نحكي شوي، والكرانيوفاشيال ستراكتشرز يعني التكوين الوجهي القحفي، بيعمل بسموه ريسترال فلويد أكيوميليشن. يعني الناس في عند بعض البشر عندهم استعداد أنه خلال النوم بحالة يعني ينام بشكل أفقي، السوائل بترجع تتجمع بمنطقة الرأس والحلق والأنف، ريسترال أنفي يعني، بس هو مو أنف بشكل أساسي هون يعني، عكس كلمة ريسترال عكسها كودال ذيلي. فهون عم تجمع السوائل بمنطقة الفم والأنف والبلعوم بسبب الجاذبية. في عوامل طبعا معروفة محددة، عوامل وراثية وبالعائلة، هي عوامل الخطورة. وبالتالي يعني قسم كثير من البشر ممكن يكون عندهم sleep apnea. طيب شو الإحصائيات شافوا؟ إذا أخذنا في إحصائيات كثير صارت هيا، إذا AHI مثل ما قلنا apnea hypopnea index هو التعريف sleep apnea، بلش من 5 وما فوق. فإذا إذا كل شيء sleep apnea، في بعض الدراسات شافت أنه عند الرجال بالولايات المتحدة تقريبا 24% منهم، النساء 9%. إذا زدنا أنه هل يا ترى هدول عندهم أعراض نعس خلال اليوم، فالنسبة بتقل، فأغلبيتهم ما عندهم أعراض يعني نعس، وبالتالي يعني إذا كان عندهم أعراض فالنسبة أقل بكتير. دول مختلفة إحصائياتها شافت يعني تقريبا النسبة السليب أبنية العرضية تقريبا مثل بعض، ونسبة الذكور للإناث تقريبا الضعف. طلعت على حقيقة بعض الدراسات بالشرق الأوسط، السعودية، هالمناطق، فبالتالي نفس الشيء تقريبا يعني ما لا يختلف الوضع. طبعا إذا في بدانة أكثر بالمنطقة راح يكون في أكثر، بس مو كله مرتبط بالبدانة مثل ما حكينا. طيب شلون تتظاهر شلون بيجي المريض؟ يعني الشكاوي عادة متعددة، يا أنه الزوج زوجة ممكن يشكو أنه والله شريك الحياة بيشخر بشكل ما عاد لا يطاق، أو بصير الشخص بفيق بالنوم بتوقف تنفسه وبحس بهالشي يعني بسموها choking gasping for breath during sleep. أو الشخص اللي عم بيراقب الشريك بيشوف الحالات، شوف يعني النوبات توقف التنفس واضحة يعني، وهو بيشرحها أو بيجلبها للانتباه. وفي ناس بيجوا نومهم كتير
متقطع، استيقاظات متكررة، في الصبح بحسوا حالهم ما ناموا، ما شبعوا نوم، أو عندهم صداع صباحي. الأمور الثانية أثناء النهار، هاي الأعراض ممكن هي يكون المفتاح، نقص التركيز، النعاس، فرط النعاس العناني أحيانا، التبول الليلي يعني، أو تكرار التبول أو استيقاظ للتبول. في كتير حالات نحن بنظن مثلا مريض عنده بي بي اتش، بالأخير بيطلع عنده سليب أبنيا، مو بروستات، ضغط الخم بروستات، تعالج سليب أبنيا بتوقف التبول الليلي، تأثر على الذاكرة، ناس تشكي من نقص الذاكرة، تعب، اضطرابات المزاج. من ناحية في هاي بنستعملها كتير نحن، لازم يكون عندهم فكرة عنها، اسمها Epworth Sleepiness Scale. هو السكيل انه شلون نقيس، يعني في طرق مختلفة، بس هذا أحد أشيع سكيل يستخدم لقياس فرط النعاس اللي خلال اليوم. فبنقول له من 0 ل 3 شو احتمال إذا حطيت إذا حطيت بهال ظروف الثمانية، شو احتمال إن واحد يصير يعني يغفل؟ فإذا واحد قاعد وعم بيقرأ أو بشوف تلفزيون أو بس قاعد مثلاً باجتماع أو كذا، ما عم شارك يعني، أو بثياتر أو كذا، أو كان بالسيارة جنب السائق، مو سائق يعني، راكب بالسيارة لساعة الأمور. فعادة كل شيء أقل من 10 هو طبيعي، أو أقل من 8 طبيعي، وأكثر هو يعني مو طبيعي. كمان في كمان ممكن واحد يستخدم screening tools، أدوات للاستشراف، screening أو فهي سموه stop bang. كل حرف له علاقة بأعراض بشيء معين. فال S snoring، هل لديك شخير عالي؟ T tired sleepy، متعب. O observe sleep apnea، مراقب انه صار عنده الواحد sleep apnea، انه شاف بالنوم، حدا شاف النوم. P blood pressure، يعني هل عنده ارتفاع ضغط. BMI أكثر من 35، age العمر أكثر من 50، محيط الرقبة أكثر من 40، جنس ذكر. فأي ثلاثة، أي شخص عنده ثلاثة وما فوق يعتبر high risk، عالي الخطورة، لأنه يكون عنده احتمال sleep apnea. في كتير نفكروا هالموضوع، فهنحطه على مثلا قريبه أو قريبته وكذا، احتمال كبير يكون عندهم sleep apnea. عند النساء الحقيقة يعني التظاهر بيكون مختلف شوي، بيكون أقل يعني عرضا للشخير أو توقف تنفس، ما بتظهر المرأة عادة هيك أقل من الرجل، بينما تظهر أكثر بتعب، depression، اعتلال مزاج أو صداع صباحي. النوم عادة بيكون مضطرب، فهي أكثر بتصير عند النساء. عند كبار السن الأكثر
بصير هاي، بما ان العمر بيزيد احتمال سليب ابنيا، بس بعدين بوقف تقريبا على العمر ال 65 بوقف الزياده النسبه لحد بعد يعني بعد ال 80 ترجع ترتفع النسبه. سؤال عاش لبعد 80 طبعا ما كثير سليب ابنيا مشكله كبيره يعني، بس بترجع ترتفع النسبه بسبب احيانا عم يصير اكثر عندهم سنترال ابنيا. بكون عندهم نقص بالإشباع الأكسجين أقل من الأصغر عمرا، يعني كبار السن أقل حدوث نقص الأكسجين عندهم، وكمان أقل أعراضا ارتباطا بأمور عرضية مثل فرط النعس، ارتفاع الضغط أو تأثير على الحالة الذهنية، وكمان أقل ارتباطا بالبي ام اي بالوزن. مثل ما حكينا الريس الجنس البشري حسب الولايات المتحدة مثلا الافريكان امريكان الزنوج او الهسبانيك اعلى بكثير عنده نسبة السليب أبنيا، خاصة بالصغار السن يعني نسبيا أعمارهم البالغين الصغار. الجايين من شرق آسيا، صينيين يابانيين كوريين، مثلا نسبة مماثلة للبيض القوقازيين، بس الارتباط بالوزن أقل. يعني عادة بنشوفهم، أنا شفت الحياة طالب طب سنة رابعة خامسة، كمان هو من يعني عايش بأمريكا وزنه طبيعي شكله حتى يعني رياضي وكذا، بل عنده سيفير شديد سليب أبنيا، ما عم ينام كويس، ما مرتاح، ما عم بيركز. بالفحص السريري طبعا نهتم نحن بالبي ام اي، ونهتم بقصه وزن، يعني زياده الوزن ناخذ قصه نقول لهم صار عندك زياده وزن قريبه بحدود 10-15% على الاقل، هذا كثير مرتبط. مثل ما حكينا محيط الرقبه اكثر من 40 سنتي، نفحص الحل الاوروفارينكس شيء بسموه لامبالي سكور، تعرفوا ريتروغنيثيا ومايكروغنيثيا هي الزقن المرتد للخلف أو الصغيرة، تضخم اللسان، تضخم اللوزات، كلها هي عوامل موجودة بالفحص السريري. طيب شو هنشتغل، هي بسموها مالامباري سكور، هي الحقيقة تصنيف له علاقة بالتخدير، لأن نشوفه أنه هذا يا سيدي تنديب المريض صعب ولا لا، بس بنفس الوقت شافوا له ارتباط بسليب أبنيا، فالحالة المثلى أنه هذا احتمال أقل يكون عنده سليب أبنيا بسموها سكور 1 2 3 4. وأنا حسب ما بتشوف أنت إذا المريض فتح تمه مد لسانه بتشوف الحلق من وراء هون كله، هون بتختفي اللوهات، هون قاعدة اللوهات كلها اختفت، يعني دوبة تشوف أي شيء، هون ما بتشوف شيء غير يعني سقف الحلق، فهي بتسموه مالامبالي سكور، كل ما زادت كل ما زاد هذا. طيب شو الآلية الأمراضية، شو بيصير بحيث أنه كل هالعوامل الخطورة كذا بتؤدي إلى توقف التنفس؟ أثناء التنفس بالليل الحل أو البلعوم الفارينكس فيه توازن بين عوامل مضيقة له وعوامل موسعة له، إذا اختل التوازن بصير سليب أبنيا. والحلق أو البلعوم عبارة عن أنبوب بس لحمي، يعني مو
مو قاسي ريجيد، عبارة لحمي، فجدرانه كلها لحمية وبالتالي طرية يعني، إنه وبالتالي قابل للانخماص. العوامل القوى الخامسة اللي هي مرتبطة بانترا لومن نيجاتيف بريشر، فإذا واحد نفس عم تسمعوا؟ حكي واضح لحد هلا كل شيء واضح. اوكي معناته مو من عندي مشكلة، بقرب أكثر يعني. طيب أثناء التنفس بصير يعني ضغط سلبي بالقفص الصدري، وكل شيء تابع له عم يصير ضغط سلبي. عملية الضغط السلبي بتشد الجدران الفارنكس بلعوم للداخل، وبالتالي بتحاول تخمصهم. وفي كمان ضغط إيجابي من برا، اللي هو إذا كل ما صار تضيق بالبلعوم بسبب يعني مريض بدين أو عنده مشكلة بال يعني بالكرينيو فيشل ستراكتشرز، بالتشريح بالمنطقة، بيؤدي إلى صغر المقطع العرضي للبلعوم. طبعا هذا ضغط ايجابي من الخارج. نفس الشيء خاصه عند الاطفال، توسع من تضخم اللوزات والادينويد. ومثل ما حكينا الباستشر، اذا واحد نام على ظهره، لذلك بعض السليب ابنيا بتحصل فقط عند اذا واحد نام على ظهره، يسموها بوزيشنال يعني الوضعيه. اذا واحد ما نام على ظهره ابدا، وفي علاج يعني اذا اكتشفنا انه بتحصل فقط بالنوم على الظهر، بحط طابه ورا ظهره مثلا، خلي الواحد ما ينام على ظهره. والنكتورنال روسترو فلويد شيفت، مثل ما قلنا هدول عوامل ريسك، بعضهم بصير عندهم سوائل بتبلش تتجمع بمنطقه البلعوم وبالتالي بتتوزم بتسبب هذا. هذا الشيء الحقيقه عند الحوامل مثلا بتصير، بس نحن ما بنحكي بشكل يعني خاص عند الحوامل، بس الناس عندهم تعرض لهالشيء بصير عندهم يعني توزم وبالتالي تضيق. وفي عوامل المفيدة اللي بتوسع أو تمنع هي عوامل الموسعات العضلية البلعومية. الأساسية هي جينيوغلاسس، اللي هي العضلة اللي الزقنية اللسانية الأساسية بتحرك اللسان، مرتبطة بالدقن السفلي يعني أو اللسان وقاعة اللسان. هي بحالة يعني النوم تم في عندها درجة من التوتر. وفي عضلة أخرى أقل أهمية بسموها تنسور بلاتيني. فدولي هلا بنشوف بهذا الشكل، بيعطيك القوى المتعارضة اللي بتسبب الانخماص واللي بتسبب التوسع. فإذا صار اختلال فيها بصير توقف تنفس، بصير تضيق بهالمنطقة وبالتالي بتوقف التنفس. هذا بيعطيك مثال إنه مريض صار معه انسداد. إذا صار انسداد كامل صار أبنيا، إذا صار تضيق بس مو انسداد كامل، لسه في الهواء عم بيمر مع مقاومة عالية بسموها هايبوبنيا. تمام؟ إذا عملنا تصوير طبقي محوري أو MRI كمان بنشوف الحالة، حتى بحالات اليقظة يعني قبل النوم بدون أبنيا بنشوف هالتضيق اللي عم يصير عند المرضى اللي عندهم سليب أبنيا. المقطع العرضي كمان بتشوف المقطع العرضي للبلعوم بشكل واضح متضيق. احيانا نستعمل ما يعني هذا الحقيقه اكثر للبحوث والكذا، بس بعملوا سبيرومتري فلو فوليوم لوب، سموها فلو فوليوم لوب،
اللوب تبع الجريان والحجم التنفسي. هذول بيعملوا وظائف الرئة بعد الزفير شهيق، بتشوف أو شغلتين، بتشوف تسطح، مفروض هذا يكون أكتر هيك وهذا يعني مدبب هون، بتشوف التسطح وبتشوف الذبذبة. هي سبب يعني المقاومة اللي بتصير، هي بتعمل هالذبذبة بالمخطط. شو أعراض أو شو النتائج السلبية لسليب أبنيا؟ هي في كتير شغلات بتصير، ومنها هون مثلا وزارة المواصلات DOT، كل اللي بيشتغلوا مثلا بالسواقة الشاحنات وكذا، كلهم لازم هدول ينعمل لهم screening للسليب ابنيا. أول شيء لازم تعمل ستوب بانج، هي حكينا عليها، يعني questionnaires، ونعمل لهم اختبار نوم يعني، لأني تقريبا 5 أضعاف نسبة حوادث السيارات عند اللي عندهم sleep apnea غير معالج. بيأثر على العمل، إنتاج الشخص، إذا واحد عنده sleep apnea شديدة مثلا، علاقات الزوجية، طبعا هالأمور ممكن تأثر يعني. طيب من ناحية الأعضاء شو ممكن يأثر؟ ممكن تأثر على الجهاز العصبي المركزي، الذاكرة، الاتنشن، انتباه، رياكشن تايم، فبيأثر طبعا على أداء الشخص، بيشكي من نقص الذاكرة، بيشكي، وبالتالي بتتحسن هي إذا تعالج. الحالة الحقيقة يعني حالات كثير بصير معهم ديبرشن بسبب سليب ابنيا، بسبب النوم الأساسي، يعني النوم تعبان فبصير معهم اكتئاب، وعلاجه علاج سليب ابنيا، بصير اضطرابات هرمونية وكارديو فاسكولار، بنحكي فيها شوي أكثر. شو بصير، شو علاقة بين الجهاز الاندوكرين الهرموني والسليب ابنيا؟ كما حكينا في علاقة بين سليب ابنيا والوزن، واحد بيأثر على الثاني، زيادة الوزن بتعمل سليب ابنيا، وصار معه سليب ابنيا بيزداد وزنه، ففي علاقة طردية مرتبطة بيناتهم. شافوا هرمون بسموه اللبتين، هو المفرز من الخلايا الدهنية، انه بكون مرتفع عن مرضى سليب ابنيا. اذا عالجناه بالسي باب، نحكي على السي باب بعدين، بنزل الهرمون، وبالتالي في شيء هرموني موضوع. شافوا كمان بسليب ابنيا كثير شائع عند مرضى السكري المتأخر أو type 2 diabetes، نسبة عالية كتير. لذلك من أمور اللي لازم ينتبه للطبيب العام عادة، ولا مريض سكري type 2، لازم نشوف، نحاول نستقصي مشان sleep apnea. شو بصير بسليب أبنيا؟ باضطراب استقلاب السكاكر، بصير تحمل السكاكر بنزل، إفراز الإنسولين بنزل، واحتمال إصابة الشخص مجرد عنده sleep apnea بالtype 2 diabetes بيزداد، بسموه hazard ratio 1.4، الواحد يعني ما بصير أي تغيير، أكثر من واحد يعني زيادة. لازم تتعلموا أنتوا طبعا كطلاب صف رابع التعاريف الإحصائية، يمكن مرت معكم بس لازم يكون عندكم يعني اطلاع عليها وتستخدموها. Treating طيب إذا عالجنا sleep apnea بال CPAP، نحكي بعدين عن CPAP، ضبط السكر بتحسن، بس شافوا الحقيقة أنه الوزن ممكن يزداد، في احتمال يزداد
5% الوزن. الوزن سببه أحيانا ما هو يعني وزن دهني، وزن ممكن يكون عضلي بس بيزداد الوزن. نقص الدرق وسليب أبنيا الحقيقة ما حسن نشوفه أي علاقة واضحة بيناتهم. بينما الأكروميغالي بيزيد نسبة إصابة السليب أبنيا. طيب الهرمونات الجنسية، التستوستيرون بنقص بالسليب أبنيا، بس إذا أعطينا تستوستيرون خارجي عن مرضى مثلا لسبب أو لآخر عنده نقص أو ما عنده نقص، بفاقم سليب أبنيا أو حتى بيسبب سليب أبنيا، لذلك لا يعطى بشان سليب أبنيا. واحد ينتبه كمان إذا انعطى دول الحقن مثلا تستوستيرون، ممكن واحد بيهتم انه يا ترى واحد نومه صار أسوأ وبالتالي صار عنده سليب أبنيا. بينما الهرمونات الأنثوية الأستروجين والبروجسترون يواقية ضد سليب أبنيا، بس ما شافوا فعالية واضحة مميزة إذا واحد صار عنده سليب أبنيا أو وقاية أولية إذا أخذ هرمونال ريبليسمنت ثيرابي يعني تعويض هرموني. ما في يعني وقاية، بس قبل سن اليأس ضهي إنه بروتكتيف، عادة بتشد العضلات البلعومية الموسعة. في إصابة معروفة أو تنازر بسموها بوليسيستيك أوفيريان سيندروم، النسبة لإصابة أي ما عندهم سكري لسه، طبعا هي مجرد يعني مرتبطة بفرط الأندروجينز من الغدة الدرقية، عفوا الغدة شو بسموها الكظرية. احتمال بيزداد عندهم نسبة إصابة بالسليب أبنيا، تقريبا نصهم عندهم سليب أبنيا. طيب شو بصير عاد؟ اسمعوا طبعا تعرفوا انه شيء اسمه الوفاة المفاجئة sudden death عند الناس general population، العدد المصيب بين 6 الصبح اكثر شيء للمثلا 12 الظهر، هي اعلى نسبة لما معهم sleep apnea. اللي عندهم sleep apnea اعلى شيء بصير وفاة عندهم sudden death يعني بين منتصف الليل الساعة 6 الصبح، معناته يعني سبب مباشر هو sleep apnea. شو بصير بالسليب أبنيا أثناء توقف التنفس؟ ممكن الضغط الانبساطي والانقباضي يرتفع، يعني مو كلهم بيرتفع أثناء هذا، بيراقبوا الضغط يعني أثناء الأبنيا شافوا أنه في حالات بيرتفع، وارتفاعه هذا بسموه sympathetic nerve activation يعني الجهاز الودي بصير نشاط فيه، وهذا الضغط الشرياني وهذا الاير فلو يعني الجريان الهوائي، وهي أبنيا هون. فتوقف التنفس هون بلش النشاط الودي يزداد، وصل لقمته تقريبا بنهاية الابيسود. الضغط الشرياني بلش يرتفع، بيكون أعلى شيء بعد ما تنتهي الأبنيا ابيسود يعني. فهي the peaks after arousal، بعد ما يفيق المريض ويكون قمة التنبيه الودي بصير بيرتفع الضغط. برجع من زين، لا في بسموه بالنوم ما معه sleep apnea بصير انخفاض ضغط أثناء النوم، بسموه dippers بنزل ضغطهم. بشكل عام أي شخص ضغط الشرياني بالنوم أوطى من ضغطه بمعدله بالنهار. لأنه sleep apnea بسموه non-dippers، يكون ضغطهم مثل بعضه يعني. أول شيء بيمر بهالمرحلة، أول شيء بيمر بمرحلة إنه بيرتفع الضغط وبنزل أثناء الحالة، بعدين بيختفي انخفاض الضغط بسموه
dipping or dippers. بعدين بصير عندهم ارتفاع الضغط نومي شرياني نومي، يكون مرتفع الضغط أكثر من النوم أو أثناء الاستيقاظ بالساعات الأولى من الصباح. A sympathetic nerve activation بالأبنية تحرض أو تفعل عن طريق الكيمو ريسبتورز بالجسم السباتي. شافوا كمان نفس الشيء بصير بالcentral sleep apnea مثل الobstructive sleep apnea. في يا ترى علاقة مع ارتفاع الضغط الشرياني؟ في علاقة كبيرة واضحة، دراسات كثيرة أثبتت هالشيء، وكل ما زادت شدة sleep apnea كل ما زاد ارتفاع الضغط الشرياني الجهازي، والعلاج له فعالية بينزل الضغط. طيب في دراسة هاي مثلا شفنا مرضى عندهم ما عندهم sleep apnea، بس مو الـ odd ratio، شو احتمال المجموعة يصير عنده ارتفاع الضغط أو ارتباط ارتفاع الضغط؟ مثلا واحد odd ratio معناته ما في زيادة، بينما هدول عندهم upper air resistance أو السنورر بيشخروا مثلا ارتفع شوي احتمال. المايلد السليب ابنيا الحالة الخفيفة، بين الحالة الشديدة أكثر الأد ريشيو تقريبا 3 أضعاف. في دراسات كثير وبائية مديدة، لازم تعرف كمان شو التعابير observational longitudinal control study، راقبوا مجموعة لمدة 10 سنين وشافوا إنه شو احتمال يصير عندهم إصابات مثلا إكليلية، احتشاء عضلة قلبية أو ستروك، أو احتاجوا لتداخل إكليلي مثلا. راقبوا المجموعة شافوا هالشي، شافوا اللي ما عندهم اللي ما عندهم sleep apnea نسبة بسموها الـ odd ratio كمان منخفضة كتير مع الوقت، عم تزداد مع العمر طبعا. اللي عندهم severe sleep apnea سواء fatal مميتة إصابة أو غير مميتة عم ترتفع تقريبا 3 أضعاف. عفوا، واللي تعالجوا sleep apnea اللي عوليجوا عم تنزل النسبة. طيب شو بصير مع مثلا باضطرابات نظم القلب؟ نفس الشيء، دراسات كتير شافت أنه atrial fibrillation تليف الأذيني نسبة حدوثه تقريبا 4 أضعاف عند مرضى السليب أبني غير معالجين، مثل ما أن الـ RDI or AHI مستخدمون بشكل متبادل أكثر من 30 معناته شديدة. بينما كمان نفس الشيء الـ ventricular tachycardia non-sustained تقريبا 3 أضعاف، اللي عندهم PVCs كثير تقريبا ضعفين. فبالتالي sleep apnea ممكن تسبب اضطرابات نظم قلب. دراسات كثير شافت خطورة الستروك نشب الدماغ أو الوفاة عند الدراسة، شافوا أنه إذا عملوا adjustment للhazard ratio، يعني شافوا بعد ما شالوا العوامل المختلفة بتأثر على مثلا sleep apnea هذا المريض، إذا شلنا العامل الوزن، شلنا عامل الدايبيتس، شلنا عامل الذكورة، فكل هالعوامل شلنا عملناها adjusted only فقط للسليب ابنيا، شافوا تقريبا الهازارد ريشيو يعني تقريبا ضعف اللي ما معه سليب ابنيا بصير معه وفاه او ستروك نشبه، والنسبه الحقيقه اعلى من المدخنين حتى اذا شالوا عامل التدخين ما هو اخطر من عامل السليب ابنيا. بس مشان نورجيكم هالدراسات، يعني نفس الشيء بحدوث coronary event
أو coronary vascular death يعني وفيات الإكليلية. نفس الشيء قارن هون sleep apnea مثلا مع ارتفاع الضغط، نسبة الخطورة أكثر من ارتفاع الضغط، مقاربة للتدخين. دول عوامل قابلة للعلاج، يعني التدخين بتوقف، الجنس الذكري ما بتوقف، ما بنحسن نغيره، بينما الوزن ما كتير له عامل الحياة، لأن إذا شلنا العوامل المرتبطة بالوزن مثل الدايبيتس كذا سليب ابنيا، ذاك الوقت الوزن بحد ذاته ماله ما لا يعتبر عامل خطورة. ما بدي أحاول أختصر هالدراسات لأن في كتير دراسات نفس الشيء عملت نفس أو طلعت نفس النتائج المرتبطة. sleep apnea ممكن تؤدي إلى cardiovascular disease إصابات قلبية، وعائية. الآلية الإمراضية اللي بتصير فيها الحقيقة هي السايكل، هاي هي تبع sleep apnea. شو بصير sleep apnea؟ بصير نقص أكسجين متقطع، كل مرة كل ما صار معه سليب أبنيا المريض احتمال ينزل، هلا بنشوف بالمخططات إنه بتنزل نسبة إشباع الأكسجين، بصير arousal يعني تنبه من النوم أو استيقاظ، والنوم يكون يعني نوعية النوم ضعيفة كتير. أو عملية الأبنيا بحد ذاتها إلى ميكانيكال لود أو يعني تحميل ميكانيكي. طيب هالعوامل كلها خاصة نقص الأكسجين بتعمل أكسيديتيف ستريس، يعني نقص الأكسجين بيؤدي إلى إفرازات من عوامل هلامية خلطية سموها مثل بسموها ال يعني ال oxidative اللي بيأثر إلى بتؤدي إلى تخريب الخلايا، مثل شو بسموه free oxygen radicals يعني مشتقات شو بسموه radicals جذور الأكسجين ال radical ما بعرف تعريفه. فهالإفرازات الخلطية طبعا بتؤدي إلى تخريب الخلايا endothelial dysfunction. طيب في عوامل بتصير إفرازات خلطية أخرى بسموها cytokines بسبب نقص الأكسجين المتكرر، كمان هي بتؤدي إلى أيوة جذور الأكسجين الحرة. الله يعطيك العافية. هالجذور الحرة الجذور أيوة نفس الشيء السيتوكاينز. العملية التحميل ارتفاع الضغط بصير زيادة ما بعد الحمل، فهذا طبعا بيؤدي مع الوقت مع التكرار إلى أذية بالإندوثيليال سيلز تبع الفيسلز، وبيعمل طبعا اثيروسكليروزز، بعدين دامج بالاذيه بالاعضاء المروات بالقلب الدماغ بالكليه الكذا. نفس الشيء كمان هم يصير سمباثيتك نيرف سيستم اكتيفيشن مثل ما حكينا سابقا، اللي بيرفع الضغط ممكن يعمل اضطرابات نظم وكذا، وبالتالي هذا بيعود كمان سلبا على الأورجنز دامج. الحقيقة شافوا فعلا انه في مو جميع الناس عندهم أبنيا بنزل الأكسجين، عندهم بيختلف مريض لمريض، بس شافوا تعريف الهايبوبنيا. الله اوبس الهايبوبنيا هي يتعرف هي الحياة الاختلاف بين أبنيا. الأبنيا توقف تنفس أكثر من 10 ثواني، هاي أبنيا. هايبوبنيا
نقص الجريان مترافق مع نقص الأكسجين. الأبنية مو ضروري يصير فيها مع نقص أكسجين، بينما الهايبوبنيا لازم يكون مع نقص أكسجين. الشد نسبة نقص الأكسجين إذا كانت مثلاً نقص أكسجين صغيرة ما شافوا ارتباط مع الإصابات القلبية الوعائية، تمام؟ لذلك نقص الأكسجين مثل ما شفنا هون الحقيقة عامل هام جداً بالإصابة. طيب إذا عالجناه هون بالسيباب شو بصير؟ حقيقة في كتير دراسات شافوا إنه بينزل الضغط، السيمباثيتك نيرف أكتيفيتي، كاتيكولامينز هدول بينزلوا. السيباب الحقيقة المرضى اللي عندهم أطباء قلبية بعتوا لنا مرضاتهم اللي عندهم تليف أذيني معند لحتى الصدمة، لازم تعالجوه بالسيباب قبل ما نرجع نصدمه. بينقص السيباب نسبة تكرر التليف الأذيني عودته، بيحسن وظيفة القلب الأيسر. وفي دراسات ممكن شافت أنه ممكن، طبعاً هي أمور دي سنوات من تأثير السيباب حتى يشوفوا أنه تقليل أعراض الأثيروسكليروزيس. هالدراسة مثلا شافت بالبرايمري بريفنشن، بمعنى مريض سليم برايمري بريفنشن، هالستدي بروسبكتيف كوهورت ستدي شافوا تقريبا 1900 شخص راقبوهم لعدة سنوات وشافوا انه يا ترى السي باب بيفيد ولا لا. شافوا فعلا انه المرضى اللي تعالجوا بالسي باب من هالمجموعة اللي عندهم سليب أبنيا النسبة حدوث الارتفاع الضغط الحقيقة أقل من الواحد، يعني بمعنى أقل من الطبيعي، لأن هدول تعالجوا. يعني حتى في ناس طبيعيين ممكن عندهم سليب أبنيا بس ما عرفنا أنه عندهم سليب أبنيا، بينما اللي رفضوا يتعالجوا نسبة أعلى من حدوث ارتفاع الضغط الجديد بالمستقبل. Secondary prevention، طيب المرضى اللي صار معهم إصابة قلبية، دوليكي primary ما معهم إصابة أي شيء، لأنه secondary prevention هل يا ترى مفيد؟ الدراسة كانت فقط لثلاث سنين وخاصة سبعة، شافوا غير كافي الحقيقة إذا كانوا هدول المرضى ما معهم نقص أكسجين شديد وغير ما عندهم أعراض فرط نعاس. ليش؟ لأن هدول المرضى الحقيقة اللي عندهم، لأن هدول عملوا دراسة قارنوا، هي أول دراسة قارنوا، عطوا المرضى سليب أبنيا سي باب لمدة 3 سنين ونص، ومرضى سليب أبنيا كمان عندهم متوسط لشديدة سليب أبنيا بس بدون نقص أكسجين شديدة، ما عطوهم سيباب، راقبوهم لثلاث سنين ونص، شافوا يا ترى اللي عنده إصابة بالأصل قلبية يا ترى بيصير عنده اختلاطات أكثر ولا لا. شافوا أنه بهالدراسة ما صار فيها الاختلاف. السبب حقيقة طبعا أن استثنوا المرضى اللي عندهم نقص أكسجين شديد أو اللي عندهم أعراض، بس شافوا كمان الحقيقة أغلبية المرضى نسبة التزامهم compliance بالسيباب كانت فقط 3.3 ساعات بالليل، وبالتالي المتوسط استخدامهم للسيباب ضعيف، بينما شافوا تحسن. أو بالتالي إذا المرضى الملتزمين بالسيباب أكثر من 4 ساعات بالليل شافوا الحقيقة هدول ممكن نقي منهم إصابة قلبية تانية، بمعنى أن عندهم ممكن يصير معهم احتشاء تاني أو تداخلات كليلية، وبالتالي سيباب مفيد بهيك حالة. نفس الحكي الحقيقة ما بدي أعيده. نفس الشيء بالستروك، بالوقاية الثانوية، المرضى اللي عندهم ستروك
يا ترى شو بنعمل له اذا اعطينا لهم سي باب شو بصير معهم؟ شافوا انه بيفيد من بالتحسن العصبي عندهم وبيأخر إصابات تانية، بس ما في دراسات كافية أنه تأثر على السيرفايفل على الوفيات أو الكواليتي أوف لايف. ليش؟ لأن السي باب حد ذاته يعني ناس ما بتحبه أنه تحطوا السي باب على الوجه أنا في كذا، فلك أنا ليش بدي أعيش هيك وكذا. فالكواليتي أوف لايف هي نسبية. هاي توصيات الحقيقة ب Joint National of Prevention of Hypertension، يعني هدول الخبراء بالضغط وكذا شافوا انه ضغط الشرايين، يعني المرضى اللي عندهم New Onset أو Uncontrolled Hypertension، يعني تشخيص جديد لارتفاع الضغط الشرياني يعني أو الضغط الشرياني يعني غير مسيطر عليه، لازم واحد يعمل استقصاء السليب ابنيا. هاي تقريبا خلصنا السليب ابنيا بشكل طيب. شلون نفحصهم؟ شلون نكتشف عنده سليب ابنيا؟ اكتشاف سليب ابنيا عباره عن اختبار سليب ابنيا تيست. في نوعين، من زمان فقط كان عندنا البي اس جي اللي باللاب حطوا المريض بالمختبر، باللاب بيعملوا له مراقبة مباشرة. بس بالسنوات العشر الأخيرة صار يعملوا اختبار أسهل بالبيت سموه هوم سليب أبنيا تيست. الحقيقة هذا استخدموا عادة وقت بصير اشتباه لأنه رخيص وممكن تساوي يعني بسهولة، وبيكون اشتباه عالي بالسليب ابنيا، وبالتالي احتمال البري تيست probability عالية، وبالتالي هو غالبا يكون ايجابي، وبالتالي غالبا اللي عندهم احتمال يعني خطورة عالية هدول، يعني اذا طلب الهوم سليب تيست وبكون افضل مقاربة. الفرق بينهم الهوم سليب تيست وال البوليسومنوغرام، تسمعوا فيه هون البوليسومنوغرام هو الجولد ستاندرد من زمان، انه اختبار النوم بالمختبر اللي هو البولي متعدد يعني تخطيط النوم المتعدد، هو يعني الجولد ستاندرد يعني لتشخيصاتنا مرضية مرتبطة أمراض النوم بشكل أساسي مختلفة من سليب أبنيا. بينما الهوم سليب تيست فقط لسليب أبنيا، وهذا سهل رأسا، واحد بحطه بيشتغل يعني بيطلبه. نحن بنحكي طبعا بالولايات المتحدة، ما بعرف طبعا بالمستقبل جوز سوريا يصير، بينما هذا بياخد وقت. وهذا سهل، يعني أنا عملته لحالي مثلا، يعني أي واحد كان يعمله يعني سهل، واحد حطه بيشوف ماوس لي بابني ولا لا، ومور اكسبتبل بقبله. بينما هذا بده يروح على المختبر ينام مراقب بكاميرات كذا، فيعني ممكن يكون فيه قبوله أقل، وهذا رخيص هذا غالي. طبعا المشكلة الأساسية بالهوم سليب تيست أنه ما في أغلبيتهم ما فيه المراقبة لنوعية النوم أو حدوث النوم يعني، وبالتالي نحن عم نفترض أنه المريض نام، وبالتالي إذا المريض ما نام ممكن غالبا يعني في افتراق بين المخرج اللي هو الدينامينيتور اللي هو مفروض يكون الـ HI، مشان نحصل على الاي اتش اي لازم يكون عندنا شد كم مره توقف تنفسه خلال فتره المراقبه على المقسم على الفتره، وبالتالي هذا بيطلع بالساعه. بينما اذا ما كان نايم المريض، وبالتالي يعني اندر استيميتس يعني
يعني احتمال يكون ما يعطيك تشخيص يعني، أو يقلل احتمال شدة السليب أبنيا بالنتيجة. ما بعرف إذا عبرته بشكل صحيح. المريض ممكن يكون عنده سليب أبنيا شديد بس يطلع فقط خفيف. ليش؟ لأني السليب تايم مو واضح هون. كان في بالبداية معارضة، إنه معارضة للسليب أب، لاختبار النوم بالبيت، لأنه يعني ممكن ما يكون دقيق وكذا. بس حاليا عملوا دراسات كافية شافوا إنه علاج المرضى بالسي باب على أساس هالنتيجة الحقيقة بيعطي نفس النتائج، وبالمقارنة مع الطريق القديم اللي هو عبارة عن سليب تيست بالمختبر والسي باب اختباره بالمختبر. هذا هوم سليب تيست سهل، يعني عبارة عن قنية للفلو للجريان، وأكسجين وحزام للتنفس لحركات التنفس. شغلة سهلة. وهذا المخطط اللي بيطلع، اللي بيطلع الفلو اللي هو الجريان، هاي هذا كل نفس 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 عدد الأنفاس. بعدين عدد بيلت واحد مو اثنين، بس هون حاطين اثنين. فنحن عادة نستخدم يا أبدومن البطن، هاي حركات تنفس. وبالتالي سليب أبنيا إذا شفتوا النقص بالجريان مع عدم تغير حركات البطن وهي الحجاب الحاجز، طبعا هذا انسدادي، لأنه إذا توقفوا اثنيناتهم معناته مركزي سنترال، بنشوفهم هذول كمان. بعدين الأكسجين مانك شايف هون عم بنزيد كل شيء، يعني أربعة نقص ثلاثة أو 4% يعتبر desaturation، نقص أكسجين. طبعا براقبوا البولس، وبالتالي يعني هذا بيعطي إحصائيات. الإحصائيات نحن من نقراها بنشوفها، بنشوف قد الأبني هايبابني إندكس اللي هي مقسمة على التوتال سليب تايم. الحقيقة ما بنعرف نحن سليب تايم، فنحن هدول بيطلع لنا بشيء بسموه ريسبيتوري ايفنت اندكس، لأني مونيتورينج تايم نعرفه شقد فترة المراقبة، بس ما بنعرف بالضبط التوتال سليب تايم. هدول المرضى الحقيقة ما بنشوف التوتال سليب تايم إلا نقدره تقدير. يعني بنشوف كمان اكسجين دي ساتوريشن اندكس، إذا استخدمنا 3% أو 4% نقص إشباع الأكسجين، وقياسات أخرى، بس هدول بشكل أساسي. وبالتالي بنشخص يا ترى عندهم سليب أبنيا، ما عنده سليب أبنيا، خفيفة متوسطة أو شديدة. الشيء الأساسي مثل ما قلنا باعتبار ما بنعرف إنه المريض نام وش قد نام، وبالتالي هذا الاختبار بالمنزل ممكن يعني يأكد سليب أبنيا، بس مو ممكن ينفي بشكل قطعي. بالتالي إذا واحد لسه مشتبه بسليب أبنيا ذات الوقت، يا يعني إنه يعيده أو يطلب اختبار النوم بالمختبر اللي هو الجولد ستاندرد، بسبب ما إنه هاي فولس نيجاتيف ريتس، يعني نسبة النتيجة الكاذبة الخاطئة السلبية الخاطئة الكاذبة عالية، بس مقبول كبدئي. في كتير مرضى عندهم severe sleep apnea بيطلع معهم mild خفيف، نحن بنعالجه بكل الأحوال. يعني مو ضروري الواحد يحد يعرف يا ترى 10 بالساعة بوقف تنفسه ولا 20، يعني إذا ما عنده أعراض المريض لازم يعالج. لو نستخدم نحن level 3 اللي هن في عدة levels حسب تعقيدهم. يعني level 1 ممكن يستخدموه بالبيت
بيشبه مثل يعني او ممكن تعمله بالبيت وتجيب شخص يراقب يعمل هوم سليب تيست بالبيت، بس هذا الشيء لا يستخدم. يعني نحن عادة نستخدم ليفل 3 اللي هو مثل ما ورجيتكم اياه، هذا الليفل 3. هاي كلاسيفيكيشن تانية حديثة على الهوم سليب تيست، هي ما مطلوبة. هاي البي اس جي البولي سومنوغرام كما انك شايف، يعني مو فقط العلاقة بالتوقع التنفس، العلاقة بال بي بي يعني فيه مجموعة كتير من الالكترودات على الجلد على الرأس مشان نشوف مخطط الدماغ وشو نوع النوم كواليتي تبع النوم. فالأمور معقدة أكثر، طبعا نشوف حركات الرجل، نشوف شغلات كتير يعني، ونسميه بولي سومنوغرام. هذا المخطط بعد نشوف نقرا التيست، هذا مثل تخطيط قلب مثلا، بس هذا هو بسموه التخطيط البولي سومنوغرام. طبيب النوم المفروض يقراهم هذول كلهم ويشوف هذول في عادة حركات الأعين، وفي عندك ثلاث ليدات لل اي اي جي للمخطط الدماغ، وحركة التشنج التشن لعضلة الذقن، وبعدين بعدين تنفس الصدر، حركات العضلات التنفسية للبطن، جريان الهوائي، الثيرمو كابل، يعني في عدة شغلات، الأكسجين، حركة الرجل، restless legs، فالأمور كثير، وضعية الجسم. فهذا هو، وهي عبارة بسموها إيباك. الإيباك عبارة 30 ثانية، فكل 30 ثانية يعتبر episode يعني، أو إيباك بسموها. فنحن نمشي واحد ورا الثاني مشان نشوف انه شو عم بصير بالمريض. طبعا في واحد بشوف مرحله النوم هيك حاله. حاليا استطبابات البي اس جي هي مرضى sleep disorder breathing او sleep apnea او اشتباه sleep apnea بكل انواع، عند مرضى المحددين اللي عالي خطوره، اللي هنن قصور القلب عند نقص اكسجين معروف، نيوروماسكولار ديزيز، هايبركابنيا معروف، او نشبه دماغيه حديثه. هدول ما لازم تعملهم بالبيت، لازم تعملهم بالمختبر. او المريض عنده اشتباه عالي pre-test probability، بس عملت له اختبار نوم بالبيت وطلع سلبي، مثل ما قلنا لا ينفي، لذلك بدك تروح ترجع تعمل بي اس جي. او المرضى اللي عندهم فرط نوم هايبرسومنيا بس مانك مشتبه يكون عندهم سليب ابنيا، مثل مثلا ناركولبسي، طبعا هذا الهوم سليب تيست ما بيفيدك، لازم تعمل بي اس جي، هذا بحث اخر طبعا. او عندهم استمرار الاعراض السليب ابنيا رغم علاج السليب عمي، هذاك تعرف شو عم بصير ترجع تعمل له بي اس جي. وعندهم اختلاجات صرعيه نوميه، abnormal behavior complex، يعني سلوكات معقده اثناء النوم، بيضرب بيمشي بيعمل هاي ريسك باراسومنيا. هذول الباراسومنيا هي مثلا مرض المشي بالنوم، الأكل بالنوم، الحكي بالنوم، الأمور تانية بتصير حركية أثناء النوم، الهاي ريسك يعني ممكن لها خطورة معينة. التايتريشن، هلا في شيء بسموه شخصنا سليب أبنيا بعدين نعمل لهم تايتريشن نعالج بالسي باب. السي باب مو ضغط ثابت للجميع، يعني مريض بده
هالضغط مريض الثاني بده الضغط ثاني، المريض الثاني هذا الجهاز ما بزبط بزبط ثاني. فدول المرضى عادة نحن المريض بسموه الجهاز بسموه APAP اللي ممكن تعطيه المريض، وهو بيعدل الضغط بشكل تلقائي حسب الحاجة. automatic positive airway pressure يعني ذاتي تلقائي APAP. بس دول المرضى العالي الخطورة اللي عندهم congestive heart failure, COPD, نقص أكسجين, نقص تهوية، الأمور أو central sleep apnea، هدول ما بنعملهم، ما بنعطي لهم APAP. هدول لازم يعملوا التايتريشن معايرة بالسليب لاب. أو إذا عملنا معايرة إذا الأيباب فشل لازم نجيبهم على سليب لاب، أو اضطرينا إذا الوزن اختلف كذا، يعني هي مثل ما قلنا يعني أمور شوي استطبابة أو مرتبطة بالطبيب المعالج إنه ما كتير بتهمكم. طيب هذا ممكن سؤال بالفحص مثلا، هل بوليسومنوغرام مستطب بهيك حالات؟ هل حالات غير مستطب ابدا وغير مفيد؟ لذلك اذا ما واحد عنده انسامنيا شو بسموه بالعربي يعني صعوبة نوم، نقص نوم، لا مو نقص نوم، يعني انسامنيا اللي ما بيحسن بينام، هذا ما بتستفيد من انه تعمل له بي اس جي. نفس الشيء عندهم restless leg syndrome RLX or periodic limb movement disorder اللي بيتحركوا رجليهم بنط بالليل، او هذا ما في داعي اصلا تعمل له، خلاص هذا يعني ممكن تشخصه سريريا فقط. الارق، ايوه الارق انا الظاهر صار معي ارق. simple parasomnia اللي الحالات ال parasomnia ما بعرف اذا حدا بترجمها يعني هي اضطرابات مجاوره للنوم او هيك شيء، ما بعرف شو ترجمتها بالعربي. فهي مثل الحكي بالنوم، الضحك بالنوم، المشي بالنوم، الاكل بالنوم، امور يعني هي بسموها parasomnia. اللي بيحكي بالليل يعني خلاص ما في داعي، خلاص بيحكي بالليل يعني مسجل له حكيه، ما في داعي نعمل sleep test. نفس الشيء أمراض بسموها circadian rhythm syndrome يعني اضطرابات دورية النوم، هدم اليقظة والنوم اللي بيناموا بالنهار وفيه بالليل ما بيستفيدوا من اختبار النوم. هذا عبارة عن تشخيص سريري، قصة سريرية. البوليسومنوغرام في شغلات أساسية لازم تكون مثل ما قلنا حكينا، عبارة عن الكترولات متعددة، بس هدول أساسيات. مثلا EEG لازم يكون في ثلاثة وثلاثة احتياطيين، أمامي وسطي خلفي مثلا، أو تمبرو posterior وسطي وأمامي. EOG electrooculogram مشان حركات العين. chin leg EMG electromyogram كمان لتشخيص تشنجات الرجل والchin، والair flow والmuscle effort اللي حكينا عليهم، والأكسجين والbody position، هدول المطلوبات. ونعمل scoring، لازم نقول امتى امتى بلش، امتى طفينا الضوء، امتى شعلنا الضوء الصبح، مش اطول النوم لاني في مخطط دماغي، total sleep time، total recording time، sleep latency، مش اطول المريض حتى دخل بالنوم، REM sleep rapid eye movement، امتى دخل بحالة rapid eye movement، wake after sleep onset، شقد المريض فاق بعد ما نام. هالأمور كلها sleep efficiency يعني فعالية النوم، شقد فعال النوم، 20-50%، 70%، 100%، هالأمور كلها موجودة بالتقرير
بس تعطيكم هيك فكرة، دول الأحزمة عبارة عن سنسورز جواتهم فيهم مغناطيس وبتشكل مثل تيار كهربي ساكن، طبعا هذا بينقل بيعطي الإشارة وبتسجل بشكل مخطط بياني. نفس الشيء دول نفس الأمور، هي أحزمة كمان فيها سنسورز، وهي النيزل بريسر سنسور حط بالأنف شوف الضغط، يعني وقت عم بتنفس المريض عم بشوف انه في ضغط بيطلع بنزل بيطلع بنزل، فهذا تنفس. او هذا بتاثر بالحراره، الاحمر عباره عن مشعر للحراره، فاذا المريض زفر ارتفعت حراره هذا، واذا شهق طبعا بتنزل حراره هذا السنسور للحراره. طبعا المخطط الدماغي لمراحل النوم او sleep stages، هذا عن طريق ال EEG اللي موجود، هو قسم من البوليسومنوجرام، مرحلة اليقظة، REM N1 N2 N3، هي اقسام النوم او تصنيفات مراحل النوم. عادة هيك ببلش، بدخل مريض من يقظة بـ N1 أعمق أعمق، بعدين تيجي أول حالة REM ممكن يستيقظ شوي المريض أحيانا، بدخل بعدين مراحل الـ N3 النوم العميق، عادة نكون بالأول نصف من النوم، بينما الـ REM بالتاني نصف أكثر أشياء، وبالتالي ناس كتير بتفيق هي عم تحلم أن بصير أكثف بالنص الثاني من النوم. هذا يسموه الهيبنوغرام، هو عبارة ملخص كامل للستدي اللي هي مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات، فبتشوفهم بتحطهم فوق بعضهم وبتعطيك فكرة كاملة عن الستدي، الأكسجين، هارت ريت، سنترال أبنيا، والجهاز نفسه بيعطيك بعد ما يصير السكورينج، بيجي شخص بيعمل سكورينج، يعني بيجي هو بيعمل ال تمام، هذا بيكون هو شغلته أم بسموه سكورر، بيجي هو بيشوف كل هذا وبيسميه هذول قبل ما يعملون سكورينج، ما بيطلع هذا بيطلع فاضي يعني، وبالتالي في شخص بيعملون سكورينج ستيجينج للسليب. بيكون كل مراحل النوم بالأخير تطلع كل إيباك بسمي هذا stage 1، هذا stage 2، stage 3، R awake stage 1، وبالتالي كل 30 ثانية بدها تعمل، بيعطيك بالنهاية المخطط بسموه الهيبنوغرام والسليب ستيج ووضعية الجسم طبعا. شو المعلومات تعطيك البي اس جي؟ هاي بيعطي لازم تشوف فيها عدد مرات الاوبستراكتيف ابنيا، ميكس ابنيا، سنترال ابنيا، هايبوبنيا، بعدين الاندكس المشعر بالساعه، المشعر بالساعه، المشعر بالساعه، وسط الاكسجين، شو المتوسط الاكسجين، نيدر او اخفض شيء من الاكسجين، والاكسجين تحت مثلا الخمس دقائق قد عفوا تحت نسبة معينة كم دقيقة طول، chain strokes respiration، الأمور كلها تحصل عليها عن طريق السكورينج. أبنية وهيبابنية ما حكينا، هدول الأبنية. هلا أبنية هي عبارة عن توقف تنفس، نشوفه بالنيزل بريشر او الثيرمال سكور، بينما يعني ما في جريان هون شبه التوقف، بينما العضلات التنفسيه ما توقفت، وبالتالي هذا اوبستراكتيف انسدادي، بنزل اكسجين بيصل اقصى بعد انتهاء
يعني بعد انتهاء نوبتك، لأن في latency، في تقريبا 15 ثانية تأخر لبين ما يستهلك الأكسجين من الرئتين. هي هايبوبنيا، نقص ما توقف، نقص الجريان، طبعا العضلات شغالة، عضلات تنفس، بس في انسداد عضلات شغالة، هي obstructive. انسداد جزئي، عضلات شغالة، هايبوبنيا، obstructive هايبوبنيا. إذا رجعنا هون التعريف، الأبنيا أكثر من 90% نقص بالجريان من البيس لاين، يعني كمانك شايف هون نقص أكثر من 90% على الأقل لمدة 10 سنوات، 10 ثواني، تمام؟ هي الأبنيا. بينما الهايبوبنيا هي نقص بالجريان الهوائي على الأقل 30% منه لمدة 10، على الأقل 10 ثواني، مرافقة لنقص بالأكسجين أو أراوزل، استيقاظ من النوم. و 90% من هذا طبعا من الايفنت لازم يعني ميت ال 30% من نقص الجريان، يعني أغلبية الإيفنت تقريبا لازم يعني يوافق التعريف. بما أن يعني نسبة نقص الأكسجين ممكن 3% أو 4% بقى حسب التصانيف والحالة. فمثل ما أنك شايف هون، شايفين هاي نقص 30%، يعني تقريبا هي 50% من هون. فبالتالي اي نقص بالجريان اكثر من 30% يعتبر يسموه هايبوبنيا. اذا صار اكثر من 90% يسموه ابنيا او توقف كامل 100%، تمام؟ هاي خلصنا منه. طيب سنترال، شو بيميز السنترال ابنيا عن obstructive ابنيا؟ بالسكورينج وقت عم نفحص نحن الايباكس دول او هوم سليب تيست. الفرق بيناتهم انه في توقف بالجريان، بس هون ما في توقف بتحرك العضلات او تقلص العضلات. وما في توقف، العضلات لسه عم تشتغل، معناته ما في شيء مركزي، شغلة انسدادية. إذا صار انسدادية مركز التنفس لسه عم يعطي تنبيه، وبالتالي العضلات حجاب الحاجز عم بيشتغل، عم بحاول يتنفس. أحيانا هي الفترة يعني بيحاول المريض لمدة دقيقة كاملة وما في أي مرور للهواء. هدول المديدات طبعا كل ما طولت الأفنية، أنا أكثر شفت يمكن بحدود الدقيقتين مرضى ما في اي شيء عم بدخل، بالتالي اكسجين بنزل 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 بنزل، شفنا اكسجين بنزل لل 40 نسبه الاشباع، احيانا بتوقف القلب يعني يعني كم ضربه، شفت مثلا 6 ثواني توقف قلب بسبب هذا. بين السنترال ابنيا ما في تنبيه مركزي، وبالتالي العضلات تتوقف بشكل كامل. اذا توقف العضلات ما في جريان، فهون المشكلة ما هو بالانسداد، وبالتالي في التنبيه المركزي، وبالتالي توقف العضلات عن التقلص. في شيء يسموه ميكس ابنيا. ميكس ابنيا تعالج علاج الاوبستراكتيف، يعني بتبلش بسنترال بتنتهي بأوبستراكتيف. الفرق بيناتهم هاي الاكسجين بينزل. حكينا من زمان أول محاضرة سموها ريرا، respiratory event related arousal، وبالتالي هي أقل من هايبوبنيا، يعني عبارة عن نقص جريان أقل من 30%. أتمنى إذا كان 30% أو ما فوق
من 30 إلى 90% هايبوبنيا، أقل من 30 10% 15% اللي هو هذا بسموه ريرا، وهذا هو بيعمل upper aortic syndrome، يعني بيعمل استيقاظ. إذا كل واحد عنده كل دقيقة استيقاظ استيقاظ لمدة 10 ثواني مشكلة، وبالتالي النوم متقطع كتير وغير عميق وغير refreshing بسموه. شدة sleep apnea حسب ال AHI من 5 إلى 15 mild خفيف، من 15 لل 30 متوسط، أكثر من 30 30 وما فوق شديد، وبالتالي له تصنيف. أو حاليا مصنفوه كمان حسب نقص الأكسجين، يعني إذا ما هو نقص أكسجين طبعا هذا أسوأ، يمكن أن الإصابات القلبية وكذا كلها مرتبطة بيه. هاي شو برأيكم؟ ما بعرف إذا ساعكم صاحين، نشوف إذا صاحين ممكن تقولوا لي شو هون عم يصير. حدا ممكن يشرح لي هذا المريض شو عنده؟ بس يكتب لي تحت. شوفوا لكم جواب. خلينا أشرح لك هون. هذا هون المخطط الدماغي occipital central، هون حركة العين oculogram يمين ويسار، هون الأكسجين، هاي air flow جريان هوائي، هون chest abdomen. ما حدا عنده ممكن نفسي توقف تنفس مركزي؟ بالضبط، هذا central sleep apnea، هذا مريض عنده central sleep apnea، معناته بعضهم عم بيتابعوا. كويس، بعد المريض ما في أي نشاط عضلي للعضلات التنفس، وبالتالي ما في جريان هوائي. في مخططات عن مخططات أوضح طبعا، هاي أنا لقيت هذا المخطط. طيب هذا حدا شو الفلو؟ كمان هذا بي اس جي، مخطط تخطيط نوم متعدد، هون الدماغ، هون عضلات العيون، هون تشين، ليج موفمنت، سنورينج، في شوية سنورينج، وبعدين هون بي فلو يعني بريشر، هذا يعني الفلو جريان، هون العضلات، هون اكسجين يجي. كما انتم شايفين يعني في هون نقص بالجريان، نفس الوقت يعني هي هايبوبنيا بسموها هايبوبنيا. يا ترى هي obstructive ولا central؟ هي وجود إذا في شخير، ما واضح هون بس في شخير، أو في بسموه مثل ما ممكن شايفين عبارة عن ذبذبات. هالذبذبات يعني له علاقة بالجريان الهواء، إذا في يعني الشخير هو عبارة عن يعني جريان هوائي عم بصير فيه تقطع، والتقطع عم بصير فيه طبعا رجفان للوهات والأغشية المخاطية، عم بطلع صوت، بس بنفس الوقت عم بصير الاهتزازات. الاهتزازات العلاقة ب obstructive hypopnea، وبالتالي المريض عنده hypopnea obstructive hypopnea. ما بيهم إذا المريض ما معه obstructive apnea، إذا كان كلهم obstructive hypopnea خلاص هذا ممكن تصنفه تسموه AHI، سواء أبنية أو هايبوبنية. المعدل بالساعة
اذا كانوا كلهم هايبوبني ابستراكتيف مثله مثل اذا كانوا كلهم ابستراكتيف ما بيهم. بس طبعا بيهم النقص الاكسجي، هون ما عنده هذا المريض كثير نقص اكسجي. هدول ما بعرف اذا بدنا نحاول نغطيهم ولا لا، لاني هي محاضره كثير كثير طويله فيها شغلات كثير، بس هيك فكره سريعه اسمها هايبوفنتيليشن. هايبوفنتيليشن تشخيصها يعني عباره عن نقص تهويه، بس باختبار النوم ممكن تقيس انت السي او 2 انتايدل سي او 2 بريشر. اذا كان ارتفاع اكثر من 10 خلال النوم على الأقل لمدة 10 دقائق، ووصل لرقم أكثر من 50، هذا بسموها يعني 50 مليمتر زئبقي، هذا بسموها sleep hypoventilation. تمام؟ فهذا الهايبوفنتيليشن تعريفه لازم يكون في جهاز طبعا أنه يقيس الـ CO2. مو جميع مختبرات النوم بتقيس الـ CO2، بس بعضهم إذا بقيس، خاصة عند الأطفال هذا هام جدا لقياس الـ CO2. هذا تعريفه. هذا شو حدا بيجرب حظه؟ هاي كمان PSG، هذا كتير نوعي، يعني اللي بشوفه مفروض ما ينسى. ما حدا يكتب جواب هون؟ في حدا عنده استعداد يحط جواب؟ طيب، هذا بسموه chain stokes breathing أو periodic breathing. chain stokes، تنفس الـ chain stokes، هو عبارة عن central apnea أو hypopnea. central ماشي، central فيها توقف عضلات التنفس بشكل كامل، بعدين يتلوها فترة تنفس سريع عادة hyperventilation، بلش بكل مغزل يعني crescendo decrescendo بسموه يعني بشكل مغزلي، فبيصل للقمة تنفس، بعدين بنزل بنزل بنزل، بعدين بيوقف، بعدين بصير pause توقف، بعدين بترجع العملية بتتكرر. طبعا ممكن يؤدي نقص أكسجين كما أنكم شايفين عند المريض هذا. فهو عبارة عن تعريفه على الأقلية، ما كثير تهتموا بالتعريف الدقيق، هي عبارة عن ثلاث يعني نوبات من central apnea or hypopnea مفصولة بهال decrescendo hyperventilation. هذا هو يعني هاي 1 2 3 ومفصولة بهدول. فهذا هي عبارة عن chain strokes respiration. عادة تسموها السايكل لينث طويلة، يعني أطول من obstructive sleep apnea أو central sleep apnea، عادة فوق 50 ثانية. بمعنى من بدء episode لبدء episode تاني 50، أكثر من 50 ثانية، بين خطين 30 ثانية، هذا تقريبا يعني 60 ثانية بين كل ابيسود، مو فترة التوقف نفسه، بس الدورة كاملة من بدايتها هون لبداية واحدة ثانية. يعني هذا طبعا لازم يكون أكثر من 5 بالساعة، على الأقل لمدة ساعتين. هذا كثير ما كثير بهمكم يعني التعريف الدقيق، بس بقى الشكل أهم شيء. تعال الله يعطيكم العافية. نفس الشيء، بس كلمتين صغار انه شو بنعالج سليب ابنيا. محاضرة طويلة مثل ما حكينا، اسفين يعني. بس هذا مرجع تعتبروه يعني، يعني
فصلوا فيه شو ما بدكم، اذا بدكم تدخلوا بالتفصيل يعني اكثر، بس بقى الافكار اللي عم نحكي هي الافكار الهامه بالنسبه لكم. شو بنعالج؟ نقص الوزن، يعني اذا واحد بدين لازم يبلش ينقص وزنه. بس علاج اساسي بسموه PAP، Positive Airway Pressure، الضغط الهوائي او الضغط المجاري الهوائي الايجابي، مشان نفتح المجاري الهوائي. ممكن يسموه CPAP Continuous، هو Continuous طبعا متواصل، Continuous Positive Airway Pressure Continuous. أغلبية الأجهزة حاليا الحديثة المستخدمة يسموها APAP، يعني Auto CPAP Automatic، يشتغل برفع وبنزل الضغط، مو ضغط ثابت، يختلف الضغط من يعني فترة لفترة خلال النوم حسب حاجة المريض. إذا المريض ما عم يصير معه عافية بينزل ضغط الجهاز لأوطى شيء. في شيء بسموه BPAP اللي هو باي ليفل، يعني في ضغط أعلى بالشهيق وأوطى بالزفير. هذا يستخدم يعني مو بشكل أساسي بسليب أبنيا، بس بعض الأمراض المختلطة، سليب أبنيا زائد مثلا COPD أو COPD أو أمراض العصبية النيرو ماسكولر بتأثر على التنفس، هايبوفنتيليشن نقص التهوية، وفي منه أوتو باي باب. أوتو باي باب نفس الشيء، هو أجهزة حديثة ولا مشعرات وكذا هي بتزبط حالها. هذا العلاج الأساسي الحقيقة نحن بنبلش فيه. إذا فشل المريض بنحاول نشوف ليش فشل، شو التحمل، ليش عنده مشكلة، يعني ما بننتقل لعلاج تاني إلا بنحاول نشوف شو سبب الفشل. تقريبا نسبة النجاح 60-70%. من المريض اللي عنده سليب يعني كل ما كانت الأعراض أكثر، مريض عم بشكي، كل ما المريض بتحمل العلاج أكثر. وناس بيقولوا إذا المريض كتير تعبان، نقص النوم، ما عم بفتح عينه، ما عم بيحسن يعني بركز أو كذا، doesn't function well، بتحطوه على CPAP بقول هذا أحسن شيء بحياتي أنا جربته. وبالتالي يعني هذا المريض عادة بيستخدمه وما عنده أي إشكال، ما عنده أي إشكال أنه يعني يتعاون أو يلتزم بالعلاج. بينما المرضى اللي ما عندهم أعراض ولو عندهم severe sleep apnea، تعال حطهم على CPAP، أنا ما عندي مشكلة، ما عندي أعراض، ليش أنت عم تطلي هالجهاز على وجهي وأنفي؟ فبالتالي احتمال يكون عندهم الالتزام منخفض. ما مشي حال هذا سبب أو لآخر. في شيء طرق تانية مثلاً بسموه oral appliances، نوعين هلا بنحكي عنهم، من جهاز بتحطه بالتم مثلاً. جراحات الأطفال tonsillectomy، في جراحة بسموها كان كتير يستخدموها الحالية هلا شالوها تقريبا نادرا، مثلا بسموها uvulopalatopharyngoplasty UPPP، ممكن حتى hyoid bone surgeries حكي عليهم بشكل maxillomandibular advancement surgery، اللي عندهم يعني تغيرات تشريحية بالوجه بالخلقية يعني ممكن يستفيدوا. طبعا في حالات نادرة جدا لحد الآن نضطر نعمل تريكياستمي، مريض يعني تقريبا يعني شبه عم بيموت بسبب السيفير سيفير سيفير سليب. يعني في مرضى بوقف التنفس عندهم 120 مرة بالساعة، يعني كل دقيقتين، وبينزل الأكسجين بشكل هائل. المرضى يعني بصير معهم قصور قلب احتقاني، بصير عندهم وما عم بحسنوا يعملوا CPAP، والأورال فاينس ما يندكيت لأن هي حالات وسط. الحالة شديدة أحيانا بعملوا تريكياستمي ينقذ حياته. في جهاز حاليا مستخدم مثل pacemaker بسموه Inspire،
ممكن تشوفوه بالإنترنت، تعمل له hypoglossal nerve stimulator، منبه للنيرف ال 12 hypoglossal nerve. بينبه، وبالتالي هالعضلة اللي يسموه الجينو جلوسل تتوتر، وبالتالي بتشد اللسان وبتمنع حدوث sleep apnea. له شروط معينة، ويعني طبعا مو كل مريض لازم، البدين ما بنعرض عليه هالشيء لأني ما راح يفيد، ما راح يستفيد منه. حكينا هالأمور. عند الأطفال الحقيقة تعريف sleep apnea الحقيقة مو أكثر من خمسة، أكثر من واحد AHI أكثر. ما بنتحمل عند الأطفال مثلا يكون عندهم توقف تنفس ولو مرة بالساعة، هذا اللي لازم نهتم فيه، نعرضه على طبيب. هذا يكون أسباب الحياة، يعني تضخم اللوزات والناميات، أو علاجه جراحي عادة. في بعض الأطفال الحقيقة بيستفيدوا، بيكون عندهم بالأسنان ما ينام بشكل مظبوط أو الفك لهذا، فدول ممكن يستفيدوا من أجهزة التقويم، بيتحسن النوم عندهم. سي باب نادرا ما بنستعمله، بس بنستعمله عند الأطفال كمان. هذا هو السي باب. في أربع انترفيسز بسموهم: فول فيس ماسك بغطي الوجه، نيزل ماسك بغطي الأنف، بسموه نيزل بيلوز، الحياة هي تدخل بالأنف مثل هيك، مثل قنية يعني بالأنف، أو بغطي التم أو ما بغطي الأنف، يعني حسب التفضيل المريض كذا. الجهاز سي باب شكله ظريف هيك، شكله يعني بنحط على جنب التخت، مرتبط بيولد الضغط الإيجابي اللي هو بيفتح البلعوم، وبالتالي سي باب عبارة عن ضغط إيجابي لمنع انخماص البلعوم، ويراقب التنفيذ والالتزام، بيعطونا ريبورت. كنا نستخدم هاي الـ SD كارد، حاليا كله عن طريق الـ يعني الساتلايت بالعيادة رأسا، بتشوف شو المريضة عم بيستخدم ما عم بيستخدم، هدول هون بيعطيك تفصيل كامل، بشوف لك انه عم بيشتغل السي باب ولا لا مزبوط، والضغط وكذا، في تفاصيل كاملة. عادة الضغط بين الخمسة والعشرين سيتنج بالسي باب، اذا عملنا سيتنج ثابتة. في شيء بسموه السي فليكس، ما كتير هام يعني، بينقص الضغط أثناء الزفير لواحد لثلاثة سنتي مائي، يعني مستخدمون نحن بس ما بيهمنا. ونوع الماس حكينا رامب، يعني إنه ببلش ضغط مثلا المريض بحاجة ل 15 سنتي، بس أول 20 دقيقة بنحطه على الرامب، ببلش 5 6 تدريجيا، بحيث المريض يعني ما يجي الهواء دفعة واحدة، بسموه رامب. الهيوميديتي كمان في موصول ب ملطف هيوميديفاير، هذا الهيوميديفاير له درجات، بزيد عيار الهيوميديتي حسب النشافان الهواء. هاي الاورال ابلاينس في نوعين بسموه مانديبلر ادفانسمنت ديفايس ماد، اللي هي عبارة عن مو تقويم طبعا يعني، بس بقى عبارة عن جهاز بنحط على الأسنان العليا والأسنان السفلى، مرتبطة ببعضهم بيناتهم وصلة أو يعني آلية مشان تدفع الفك السفلي للأمام أثناء النوم، وتمنع حدوث الانخماص والانسداد. تمام. بينما في شيء تاني بسموه tongue retaining device، إذا واحد عنده severe sleep apnea، صدقوا يعني المريض بده يعمل أي شيء مشان يوقف الحالة، لأني ممكن أولا يأثر على صحته، بعدين نومه quality والمعول،
البيت. فبالتالي أي شيء ممكن يعني في هذا الجهاز بمص اللسان، بسحب اللسان بربطه، وبالتالي يعني عبارة عن ضغط مثل فقوسة هواء هي، يعني بربط هذا وبالتالي تم اللسان برا يعني نسبيا بنسحب. عادة هذه الأجهزة كلها الحقيقة هاي ما يخصها هون، أنا غلطت عفوا، هاي كل الجهازين مع بعض مو فقط للجهاز الثاني، أنا بصلح لكم إياها يعني. فبالمايل تو مودريت ما مستخدمه بالسيفير، إلا بقى إذا جربت سيفير كل شيء، جربت السي باب ما مشي الحال، ذات الوقت يعني ممكن تخفف شوي سليب أبنيا. بس شو بنعرف إنه جربته؟ لازم نعمل at least home sleep test نشوف عم بيشتغل ولا لا. يعني المريض ما بيكفي يقول لك والله عم بحطه ترى فعال ولا لا، ممكن يأثر على أسنان يعني، لأن إذا هذاك اليوم عم تستخدمه ممكن يأثر على الأسنان، ممكن يأثر على حركة الأسنان يعني، لذلك واحد طبيب أسنان لازم يراقب. هي أغلبية السيرجريز اللي تطبق بالسليب أبنيا هذا إنه اسمه UPPP. إمتى لسه أنا بطلبهم هدول؟ إذا المريض عنده تضخم لوزات مع تضخم باللهات، طبعاً المريض ممكن يستفيد من منشيل اللوزات عند البالغين عبارة عن توسيع الفتحة هاي، وبالتالي هيك بيطلع المنظر. طبعاً هذا بعد الخياطة بيطلع سوي. مشكلته الأساسية أنه يصير عندهم nasal regurgitation، وبشرب مي سريع بيطلع المي من أنفه، وبالتالي يعني ما كتير بحبوها الناس. وغير كتير جاء دارجة من 10 سنين كان تقريبا كل واحد بيقصوا له لهاته، الله ما عاد إلا ما شافوا أصل لهات بحد ذاته ما عم بيأثر ما عم بيفيد، لذا في تضخم مثل لوزات هوني. Maxillomandibular advancement اللي هي هي يعني هي طبعا هذا شكله طبيعي هون، بس بقى عادة عند الناس اللي عندهم نقص بهالمنطقة أو ضمور عظمي، وبالتالي بيشقوا الفك العلوي والفك السفلي وبيفتحوا فراغ وبيوسعوه، بيدفشوا هذا. طبعا اللسان مرتبط في الفك السفلي، وبالتالي بتتسع المساحة خلف اللسان. شفت بعض المرضى بيعملوا هالشيء، طبعا خاصة كان سيفير جرب كل شيء سي باب ما اشتغل. طيب إذا بيستفيد من هالشيء بيعملوا له هالشيء. طبعا في شيء يسموه هايود بون ادفانسمنت، نفس الشيء الهايود بون اللي هو عبارة عن عظمة صغيرة، الهايود بون بيزحلقوها وبيشيلوها المحلة نزلوها لتحت بغرسوها فوق الغضروف الدرقي، بتسحب مع العضلات بتفتح المسافة خلف. والآخر عملية بسموها جيني جلوسال ادفانسمنت، هي الجيني جلوسال هي العضلة طبيعية، هي بشكل يعني مرتكزة على الشن من جوا، بسحبوها لبرا. طبعا هذا الشيء يعني بسحب معه التونج اللسان. تمام، أي كل شيء عن سليب أبنيا، صرتوا هلا اختصاصيين بالسليب، وأنا ما عندي أي مانع أجاوب على أي سؤال إذا لساكم صاحين. أي سؤال؟ الحقيقة محاضرة كتير طويلة، بس غطينا تقريبا كل شيء وتعلمنا عن اختبار النوم، شو بنجري اختبارات النوم، شو بنعمل عملية السكورينج. يعني حاولت أغطيكم أكثر من موضوع سليب أبنيا، ف
إذا ما في أي سؤال. إيه أكيد. الحقيقة أنا في زميل عندي بس جاوب يعني تعليق للزميلة، يجي يدخل على المشفى على العناية المشددة، رفعتي بقول له هذا المريض عنده سليب ابني، هذا سليب ابني 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 كلهم. والعيان مزبوط الحكي، لاني بالمشفى المرضى اللي بيدخلوا على المشفى هن مرضى مميزين، يعني عندهم عمرهم فوق حد معين، عندهم بداني مثلا، عندهم اصابات قلبيه، اللي عنده اصابه قلبيه تقريبا 50% عنده سليب ابني تقريبا، يعني واحد اذا طلع على جميع المرضى بقول دول كلهم عندهم سليب ابني. اي بس بقى مو كلهم الحقيقه، يعني احيانا بنتفاجئ مو كلهم عندهم، يعني هدول المرضى بالمشفى يعني بيطلع تقريبا 30% عندهم سليب ابني، ومنهم بيحتاجوا لعلاج ومنهم ما بيحتاجوا لعلاج. اللي عندهم مايلد مودريت، اذا ما عنده اعراض حاليا دراسه شافت يعني علاجه ما راح يقدم ويأخر، ما عدا انه والله جوز يتحسن نوعية نومه، الشخص اللي نايم بالغرفة ما عاد يشكي من الشخير والكذا، بس غير هذا. بينما الشديد اللي نقص أكسجين هذا له اختلاطات قلبية وعائية سكري كذا، الأمور لازم تهتموا فيها، يعني مثله مثل علاج. خاصة مرضى، في مرضى كتير بيجوا عندهم ارتفاع ضغط شرياني معند، بالتعريف ضغط الشريان معند على 3 أدوية على الأقل، ولسه ما انضبط الضغط. من زمان أنا بتذكر وقت درست الطب، الاختبار ارتفاع الشريان الشرياني الجهازي المعند سببه الأساسي هو رينو فاسكولار ديزيز، تضيق الشريان الكلوي. الله هذا ما هو سبب، السبب الأساسي هو sleep apnea. أو قبل ما تفكر بالتضييق الشرياني الكلوي لازم تفكر بالسليب apnea والتنفية، وغالبا هو sleep apnea. وإذا عالجته بتحسن ارتفاع الضغط بشكل جيد. إيه سؤال حلو. ما في علاقة سببية بين sleep apnea والسي او بي دي، بس وقت بيجتمعوا مع بعضهم بسموه overlap syndrome، وهو مشروع بكتب الطبية يمكن سمعته. overlap syndrome للمرضى عنده obstructive sleep apnea والسي او بي دي، هدول بصير عندهم ارتفاع ضغط رئوي شرياني رئوي أكثر من بس كل واحد لوحده، ونقص الأكسجين عندهم أكثر من أنه كل واحد لوحده، والهايبوفنتيليشن نقص التهوية أو ارتفاع غاز كربون ثاني أكسيد الكربون أكثر بكثير ما أنه كل واحد لوحده. هاي الارتباط بيناتهم. على كل إن أنا يعني عندكم إيميلي وعن هذا، يعني أي سؤال أنا ما عندي أي مانع. آخر سنة السنة القادمة يعني إن شاء الله نتواصل معكم، إن شاء الله يكون في فرصة تانية نتواصل مع بعضنا. والله يعطيكم العافية. نوقف التسجيل حالياً.